اكيد شفت الفيديو زينا. العروسة كانت زعلانة جدا، وكل ما تيجي تراضيها تبعد تبوس ايديها تقوم منزلة ايدها. طبعا الناس فسروا ده ان هي زعلانة ومجبورة على الخطوبة. لا لا لا، مش اتفضل قولي بقى ايه الحكاية، كل ده احكيلي كده، احكيلي كل ده كده. انا احكي. كان في، انا اعرف خطيبتي من زمان وتعرفني وبحبها وبتحبني، مفيش حاجه، بس انا كان في سوء تفاهم بيني وبين خطيبتي معادي، والكلام ده كان الصبح. ايه سوء التفاهم ده؟ سوء التفاهم اللي عشان خاطر بدله وانا كده، والظروف الماديه اللي انا ما رضيتش اقول لها عليها عشان ما احرجهاش وعشان ما ازعلهاش عادي. فانا هي لما جيت كانت العصر عايزاك تلبس بدلة وتجيب بوكي ورد؟ تمام، انت ما عملتش كده ليه؟ فانا لما لقيتها زعلانه فانا ببص على ايديها شدت ايديها، فانا سالت زعلانه فقلت له صور، عشان قال لي الزعل بتاعها ده، وانا زعلانه كده واتصور معاها وكده كده مني دقيقتين وماشي فانت وعربيتي خطيبتك مستنيني كام بره. سنة وانت كام سنة؟ انا 27 وهي 16 انت موجود عندها في البيت دلوقتي، 18 ايوه، يعني انت لا في خلاف ولا زعل مفيش ولا اي اي حاجه. انا قاعد حاجة؟ مع خطيبتي عادي وقاعد، بس انا بطالب بحقي، ايه حقك وبطالب قولي؟ ايه وطالب اللي برئيس النشر اللي نشر الفيديو ده من غير ما مين يستأذن اللي حد، نشره؟ مين اللي وانما نشره؟ الكوافيرة وقالت انا استأذنتهم. لا 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 اكيد بكل الكلام ده، ما استأذنتكش؟ لا 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 ما حصلش، عشان ارقام لمؤاخذه امي وام عروس تاني كانت الرقم بتاع الكوافير معاهم ومع بنت خالتها، يعني انت فعلا ما حدش هي فعلا استأذن ما منهم. استأذنتكش؟ ما قالتلكش ايه؟ انا هنزل الفيديو وبصورك دلوقتي؟ لا 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 لا، دي والله طالعه العظيم تتكلم في عشان كل المواقع يا محمد وقالت كده. والله العظيم والله العظيم ما حصل. طيب هي عروستك اسمها ايه؟ نسمة. يا نسمة، اديني نسمة بارك لها. يا نسمة مساء الخير. ايه يا نسمة؟ ايه؟ الو، يا نسمة مساء الخير، مساء الفل، ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. أنت خطبته صح؟ ايوه أنت لسه ما عملتوش الفرح، أنتوا يا دوب بس تجهيزات الخطوبة، يعني دي كانت حفلة ايوه خطوبة. ايوه احكي لي كده، أنت اتفقتي أنت ومحمد أنك تروحي تحجزي في الكوافير. ايوه رحتي بقى أنت وهو حجزتوا الكوافير؟ حجزنا الكوافير والفستان وكل حاجة، انا هو عادي طبيعي ودنيتها كانت ماشية حلوة، حلوة، وأنت كنت عروسة زي القمر في الحقيقة. طيب ربنا يخليك. بعدين جيتي تاني يوم رحتي عشان تحضري وتجهزي الحفلة بتاعتك، ايوه ايه اللي حصل بقى؟ احكي لي، ايه اللي زعلك قوي كده انا خلاكي كنت تكشري؟ متفقه مع محمد ان احنا مثلا هو يأجر بدله وكده ويجيب بوكيه ورد، فاختلفنا على كده، هو ما اجرش بدله، فانا زعلت لما شفته في يعني ان هو ما اجرش البدله وكده، ده اللي زعلني. سوء تفاهم بسيط، ما اعرفش كوافير نشر الفيديو وعمل كده ليه، ما اعرفش. هو فعلا السيده اللي بتطلع تتكلم اللي هي صاحبه الكوافير هي اللي مكياجتك؟ اي انهي واحده؟ يعني اللي طلعت تتكلم وقالت انا استأذنتهم ونزلت الفيديو. لا ما حصلش، ما حدش استأذننا، لان احنا اتفاجئنا امبارح ان الفيديو نزل وكذا حد وراهولنا وكده، ما حدش استأذننا خالص. ازاي وهي بتصوركم؟ هي لا ناس هي ما كانت صور، بتصوركم؟ هو بصي صاحب الكوافير صور